عسلمة. أهلا وسهلا. عسلمة. لبس عليك. الحمد لله. قدم لي روحك. أنا اسمي أحمد. أحمد. مرحبا بيك مسيو أحمد. قلت لي باش نحكيو على الوضعية متاعك. أنت متزوج ولا؟ لا. علاش ما عرستش؟ صراحة على وضعي لا، توا مريض صغير أنا، عمري توا 67 سنة. 67 سنة. الوضع متاعك من الأول هكا؟ لا بس الحمد لله، ناكل كي العباد. الحمد لله. الحمد لله. أما في خاطر قلت لي ما عرستش من الوضع. من الوضع. على غن. إيه. دونك الوضع هذا أنت فيه عندك برشا؟ ملي أنا صغير. كيفاش؟ نجم تحكي لي وضعيتكم كيفاش؟ أنا من عمري حكيت 20 سنة. 37 سنة التالي. تعب. وقبل كيفاش؟ مادام بابا الله يرحمه موجود لاباس. الله يرحم. تعيش وترحم. كبرنا والحمد لله ولين صاحب الأمانة هذا زمانته. وقت عمرك 20 سنة؟ لا بابا، عم بابا توا ملي مات عمره توا عنده حكيت 4 سنين وشهرة. من مشى هو بصراحة باح كل شيء. ما تعرف الوالدين مسكرين برشا بالبين خاصة البو. توا أمي مسكينة مرة كبيرة عمرها 84 سنة ولا 35 سنة. الروعة الربية. ما نخرج أنا من الدار إلا ما تجي بنتها ولا تجي من ولاد خوها بحذاها. خاطر أنا سألتك خاطر تونس قبل حتى الظروف تبدا المادية هكيكة وبرا يتزوج، معناها رغم هذا ينجم يتزوج ويعمل عائلة وأسرة. لا. كما أنا كما أي مواطن في العالم مثلا. أنت أعطيك أنا حاجة، أنت تحب تعيطي بابا. وكما انت ما عرستيش تقعد عمرك 40 50 سنه ما تحسي بها، علاش انا ما عنديش ولاد صغير عيطي امي مثلا. انت توا هذيا اثرت عليك انك ما تزوجتش، اثرت على حياتك انك ما عندكش صغار. اي بالتاكيد انا ساعه ري ولاد صغير. بعد ساعات ري ولاد صغير محمل ابوه بابا نحب العباديه ما نحسش انا. توا شفنا حاجة صارت معناها معاك، إنه جاء واحد قال لك أعطيني سيجار وما عنديش فلوس. ما نعطيهش. كل يوم يصير معاك هكا؟ بعد ساعات مش ديما. تسخف عليه. يقول كما أنا كيف وهو يتكيف. ساعة مش ديما. فما شكون ينحي لك الدخان من عندك بالسيف عليك؟ لا. صارت مرة حكيتها عندها 25 سنة التالي. قال لي عندك حاجة اعملها لي. قلت له ربي أوقع منك. جاء واحد من تالي عطى حشاك. علاش انك انت تخدم على روحك يعلم بك ربي؟ صحيح. انا مثلا ولا اعطيني دينار، علاه دينار؟ تاخذ امي الدينار مسكينه مره كبيره. امي اولى. انا اللي نحي على حاجتي به تبقى لي مثلا حتى دينار نعطي لامي باش نشارك باك الطنجره كاس زيت مثلا. والوضع لميت بابز. باش نقول لك لا؟ خدمت كل شيء. لميت بابز، باعت السيكان في رمضان، باعت السيكان، لميت بابز. المهم بعد نروح ندوش نمشي للقهوه وتجي انت تقول لي اعطيني سيجاره ولا خذ لي قهوه، علاه؟ ترى لمفت بابز وانت ريتني اللي انا لمفت بابز ما نعطيكش. انت تخدم على روحك، هو زاد ينجم يمشي يخدم على روحه. صحيح بالتاكيد. انا متاكد كم شاء عمل كم شاء لم الدبس كي العباد اليوم صورت 3000 وقلت تصور 4000. فما عباد تقول لك لي انا ما نلمش الدبابز قداش باش نصور يا اخي انا. هنا صحيح كلامك. هو علاش انا لم الدبابز؟ خاطر امه هي اللي حلت له عيني. رغم وهو قاعد ماهوش يصور في شيء. معناها سامحني ما يصور شيء. نهار كل هات سيجارو سيجارو في زوز من الناس، رشفة قهوه في 3 4 من الناس. عدنا اخويا فرش قام ماني انا كدبرت حد غدوه كان انا ناخف عند تخاخ نقول له اعطيني باب كريستال. قلت علاش؟ بفلوسي قاعد نتحرك. هذاك هو اللي صار بلاد ولو بلادنا راهي حشاك مسخ ياسر. انا مقتنع ان بلادنا مسخ وانت تعرف شيء لو سخ ياسر. وربي يبارك فيكم. عايش عندك دخل شهري بخلاف الدخان ولا؟ لا. علاش؟ ولا اش نقول لك؟ انت نورمالمون تستحق. ثم مرجى
الدوسي عندها، وقلت توا لو دوسيك عند لجنة، عند لجنة توا دوسيك. وعرضتني توا مدة 3-4 أيام، قلت لي أكا وافقولك على الملح نتاع 200 دينار. وافقولك؟ قال الشهر هذا لا، الشهر داخل نهار 17-18 تمشي تاخذ الماندا نتاعك وترى إن شاء الله ويرحم والديك. حقيقة قالت لي ما نحب حتى شيء، لا بدبو زماء ولا قهوة. قالت لي رحمني على والدي حي وميت. قالت لي بحول الله نهار 17-18 تمشي تاخذ الماندا نتاعك أكل منحة نتاع 200 دينار. وهذه المرزة تخدم في وزارة الشؤون الاجتماعية في القصبة. نعرفه نفس الموضوع هي اللي قالت عليه. عوضتني مرزة البارح قالت لي الشهر هذا ياخذ تمشي تاخذ كل 200 ألف عاون بهم روحك. وبالنسبة للدار أنت عايش أنت وأمك كهو؟ شكون يصرف؟ أمي. وجي أختي تنظف لها الدار، جي أخواتي ينظفوا لها الدار يعاونوها ولاباس. وعندها كل الجراي نتاع باباك نتاع الماندا نتاعو تاخو فيها والحمد لله ولاباس، معناها كل نهار وقسمه. في خدمتك هذه ما تتعرضش لمشاكل هكا يقلق؟ نعرف كيفاش نسلكها معهم كما يقولوا بها. كيفاش؟ شنو هو المشاكل اللي انت تتعرض لها؟ مثلا تو هاو تو انا داخل تشارج جول، ها مثلا تو يقول يعطيني زوج سواق نعطيه 4 خذ 5 على سبب. شكون اللي يقول لك اعطيني سواق؟ ولا هنا تو هنا الاولاد مشيت المجازان كلها مستانس بهم نعرفهم. حد يقول اعطيني باكو نعطيه باكو، نمشي على روحي نمشي. ما تخلصش؟ لا. شكون اللي يقول لك اعطيني؟ قول لي راهو انا ما عندي صرف، هو ما عنده صرف، خاطر الشخص هذاك نعرفه ديما هنا ديما هنا، نعطيه باكو نقول له قاش نجيك، كان جاتك شويه اخر نجيك ما جاتكش غدوه الحي. بصراحة باهين معايا تو هنا كلهم باهين معايا، مش خاطر أنا ناكل منهم في الخبز. وربي يبارك فيك. خلي لك كلمة الختام. ربي إن شاء الله يصلح، إن شاء الله ربي يصلح للبلاد إن شاء الله، إن شاء الله ربي يصلح. وربي يفضلكم إن شاء الله ربي يجرها على خير.